أعتقد أن هاي بتكون نهاية الجولة وهي اللي شفناها حين اللي هو غرفة التعليق. وخلونا نمشي براويكم جمال مدينة برشلونة مثل ما تشوفون. شوفوا التل والحركات. الحين قاعدين نتمشى وبنحاول تحت اشوف وين بنروح. هني عندنا صور حق طيارة تركيا. العالم شلون ميسي بيكي انيستا زافي ليو هاي مشينا مشانا الملعب الاكبر هي ضج بالصدر. نحن خليفه الازرق والاحمر لا يهم من اين اتينا من الجنوب او الشمال. نحن جميعا متفقون تجعلنا غايه تربطنا بالرباط والاخوه. الازرق والاحمر يحفظ مع الريح صرخه جسوره اسمنا يعرفه الجميع. برسا 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 لاعبين ومشجعون مع نحن اقوياء. سنوات طويله مليئه بالتضحيات اهداف كثيره حالت لها صفاتنا فقد قدمنا البرهان اللي يتمكن احنا من هزيمتنا. الازرق والاحمر يحفق مع الريح صفحة جسوره اسمنا يعرفه الجميع برسا برسا. هاي اللي بين The whole stadium roar, the whole stadium in Gnazi, the whole stadium roars with one voice. El Candid Barça is given, El Candid Barça is the name given to the anthem of the football club. Barcelona was first played in 1974 at Camp Nou as part of the club. 75th anniversary celebration, the words were written by Juan Picas and Josep Maria Espanas, and the music was composed by Manuel Valls I. Cornero. The official version of the song was performed by the Cora Saint Quadri. It was written entirely in the Catalan language. In the exhibit you can hear the kind different languages, include all the languages everywhere in one version show. We can also enjoy the Camp Nou Barça song. Our fans in Camp Nou at the 29th November 2009 match between FC Barcelona and Real Madrid. هلا شباب قاعد اسمع الحين نشيد برشلونة بكل اللغات خاصة بالعربي بعد كل اللغات. حمص تيشيرتين واحدة ما عليها شيء راح اطبع عليها
والحين براويكم الحين براويكم شنو اخذنا هاي الاشياء اللي اخذناهم الحين براويكم اياها انتم ما تشوفون شباب احنا الحين قاعدين نطلع الطن وكل شيء هاي التيشيرت ميسي راح تكون حق كيس اي كيس اي قال لي وصاني يوم احنا كنا في المانيا قال لي ابي تيشيرت ميسي ف this one is for you كيس اي this one is for you كيس اي don't say I didn't get you anything وحين قاعدين نطبع devil's game وعليها بعد محطوط رقم 25 راح يكون عليها devil's game ورقم 25 علشان يوم ميلادي يعني ذكرى وكل شيء فالحين بنطبع وبروي excuse me can I see you it's fever Victor Valdez خلصت حقتي صح ما تشوفون شباب كملنا من الجولة البرشلونية الكامبنوية وحين نتمشى رايحين او بالاحرى انا رايح شباب الثاني راحوا الفندق عندهم وبعدين بيروحون يشوفون معالم برشلونة انا ما دفعت حق الباص لان حاب اروح الفندق ماشي وعقب الفندق حاب اروح اتغدى في مطعم قريب وبعدها شكله بنتلاقى ما ادري وين بروحون الشباب بس اذا صار ان شاء الله راح نطلع وياهم هني عندنا عرشة تي في مثل ما تشوفون تعبان صارت الساعة تقريبا 5 تعب بس شيء ممتع اخذت كم شيء راح ارويكم اياهم اذا وصلت الفندق فشلونه ممتع كم نوع عجيب تجربه حلوه هني عندنا باص سياح هاي الباص واحد من الباصات اللي ركبوها اعتقد بيروحون طم ليلى او شيء من هاي القبيل بس انا رايح اتمشى للفندق تعبان وجوعان وكنت بقول عطشان بس تذكرت في ماي ف بتمشى الحين بالمناسبه برشلونه او الكامب نو كلها عرب هاي اللي لاحظتها يعني يوم نروح ندفع في الجولة في كل مكان كلهم قاعدين يتكلمون عربي يعني شيء فاجئني يعني ما توقعت لأن لهالدرجة في ناس عرب موجودين في برشلونة وهاي شيء جميل صراحة مثل ما شفتون شفت شباب من السعودية شفت شباب من الكويت شفت شباب من البحرين شيء جميل برشلونة فيها كل شيء فالحين إن شاء الله دقائق ووصل الفندق إذا وصلت هناك راح أرفع عليكم فيديوهات
راح نرفع عليكم اشياء ثانيه بعد. اتمنى ان عجبكم المقطع، اتمنى عجبتكم الجوله حول ملعب الكابرو. مره ايش اقول لكم ازيد، مستانس صراحه، صراحه مره ايش اقول لكم، مستمتع ومستانس ومتحمس ابي اشوف بكره المباراه. دورت على محل يبيع اعلام خليجيه على الاقل، اذا ما في البحرين اخر السعوديه كويت الامارات اي شيء علم عربي، بس ما حصلت. ما في الا علم برشلونه وكتالونيا، يمكن اخر علم كتالونيا او علم برشلونه بكره احملهم وياي وبكتب عليهم شيء بحرين شيء، نشوف اذا قدرت اذا الله وفقني بكره. متحمس، ابي اروح، ابي اليوم يعدي بسرعه علشان بكره اكون في الملعب احضر المباراه واشوف، اشوف برشلونه، اشوف ريال مدريد يلعبون ضد بعض، اشوف الكلاسيكو. هاي شيء يعني كنت احلم فيه من يوم انا صغير، والحمد لله الحمد لله كل هاي توفيق من الله، ثم دعمكم تشجيعكم حبكم وحماسكم خليتوني اقدر اسافر اروح هالاماكن وراويكم اياهم وياي، فانتم مسافرين وياي الحين، واتمنى ان عجبتكم السفره، اتمنى ان عجبكم كل شيء، واشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني. اللايك والفيفورت والسبسكرايب ومتابعه على تويتر مهمه علشان توصلكم اخر الاخبار، توصلكم اخر الاشياء. اتمنى ان تكونوا وياي على طول، واشوفكم ان شاء الله ومع السلامه.